السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، وفي المسجد الحرام. صلوا على حبيب. شايفين يا جماعة الخير، هذه عندكم أجواء ليلة الجمعة، ما شاء الله تبارك الرحمن. صلوا على حبيب، اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. اللهم كل من يشاهد هذا الفيديو أرزقهم زيارة عاجلا غير عاجل. اللهم كل مشتاق للحرمين أرزقهم زيارة عاجلا غير عاجل يا رب. اللهم كل مشتاق للحرمين أرزقهم زيارة عاجلا غير عاجل يا رب. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والآن طريقنا إلى شارع التيسير إن شاء الله. أم يوسف، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايش نجم هذا ايش؟ انجم طبعا فيديو اليوم يا جماعة الخير نزلت لكم في قناة اليوتيوب، فأرجو منكم المشاهدة. طبعا صورت لكم في اليوتيوب
أجواء صباحية وأجواء مسائية، فأرجو منكم المشاهدة والاشتراك في قناة اليوتيوب، وجزاكم الله خير. هذا أمامنا باب العمرة، وهذا عندنا توسعة ملك عبد الله، أنا اسمي رضوان. يعني بالله أنت ما أنت شايف الصفحة رضوان المكي، معناته اسمي رضوان. الله يحفظكم يا رب. الحمد لله رب العالمين، أخت مريم وعليكم السلام ورحمة الله. ليلة الجمعة، وصلوا على حبيب يا جماعة الخير، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. ما شاء الله، شوفوا مجموعة من الضيوف الرحمن. شوفوا ما شاء الله يوزعون الشاهي، الله يجزاهم خير. أول كذا يمنا في مكة زي أكل هالدين، أنا في أول ناس بورد أكل جاي ما البيت. في شاي طيب؟ ها؟
طبعا شاهي خلص ما في نصيب. أخ نزية والله تواصل معي في هذه الصفحة على خاص وحياكم الله، تواصل معي في صفحتي على الفيسبوك في هذه الصفحة طبعا. حياك الله أخ نزية من أردن، حياك الله. هذه عندكم شوارع مكة يا جماعة الخير، شايفين ما شاء الله. اللهم امين. شكرا يا اخ احمد، شكرا، جزاك الله خير على هذه الدعوه الطيبه. حياك الله اخ احمد من فلسطين. سوي لايك يا جماعة، لايك ودعم في الصفحة وجزاكم الله خير. جزاك الله خير يا أخ أحمد. طبعا لو تشترك في قناتي كمان بإذن الله تشوف أكثر وأجمل بإذن الله، فأرجو منكم الاشتراك وفي القناة يا جماعة الخير، نبغى نوصل 100,000 مشتركين إن شاء الله في هذه الأيام القادمة بحول الله وبفضل الله ثم بدعمكم. شايفين هذه الإطلالة جميلة ما شاء الله على المسجد الحرام شارع مكة. تكفون يا جماعة الخير، أبغى دعمكم في قناتي اليوتيوب ونفس الاسم رضوان المكي في
اليوتيوب، فأرجو منكم الدعم يا جماعة الخير، بارك الله فيكم، وكذلك نحتاج دعمكم في هذه الصفحة كمان عشان هوريكم أجواء الحرمين مكة والمدينة إن شاء الله. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، ليلة الجمعة شوارع مكة والمسجد الحرام. أسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة أن يرزقكم زيارة الحرمين يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب يا جماعة الخير، شكرا لكم على المشاهدة، وبإذن الله نشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله. فزي ما قلت لكم يا جماعة، إذا تبغوا تشوفون أجواء اليوم الخميس فأرجو منكم المشاهدة الفيديوهات في قناة اليوتيوب. وشكرا لكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.